اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج حلم وفكره، والنهارده حلقتنا ان شاء الله حلقه متميزه جدا كلنا سعداء بيها. انا شخصيا سعيده بيها جدا لان حلقتنا النهارده مسابقه القران الكريم، الاصوات الحسنه في القران الكريم، واللي بيسعدنا وبيشرفنا وبينورنا النهارده في الاستوديو من لجنه التحكيم الشيخ عبد السميع الازهري من علماء الازهر الشريف. نورتنا النهارده، واهلا واهلا وسهلا بك يا شيخ. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ نشوى واسره البرنامج والساده المشاهدين، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا كان معانا الشيخ احمد سمير برضو من ضمن اعضاء لجنه التحكيم، لكن لظروف طارئه هو اعتذر النهارده، وان شاء الله يكون موجود معانا في حلقات الثانيه باذن الله القادمه باذن الله. النهارده معانا اربع متسابقين في التجويد وفي الأصوات الأداء الجيد والأصوات الحسنة للقرآن الكريم. بيسعدنا يكون معنا النهاردة منورنا في الاستوديو الأستاذ أحمد خليل، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا نورتنا. الأستاذ محمد الديب، أهلا وسهلا. عوض عامر، طفل عوض عامر نورتنا النهاردة. طفل برضو عبد الله محمود نورتنا النهاردة، نورتونا وشرفتونا النهاردة. ان شاء الله كده نبتدي يا شيخ كده مع المتسابقين ان شاء الله. اتفضل. تمام، طيب نبتدي مع الاستاذ احمد خليل، اتفضل حضرتك، يعني ليك 3 دقائق ان شاء الله، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن فعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله العظيم، أحسنت أحسنت يا أستاذ أحمد. إن شاء الله أداؤه طيب ويقرأ
بإحساسه القرآن الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى القبول تمام. والأحكام جيدة، بارك الله فيكم، ما شاء الله كرمكم الله. طيب يعني نقول بقى نقول إيه نقول درجات دلوقتي ولا نخليها بقى في الآخر؟ إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. تفضل. ماشي أوكي أستاذ محمد، بس حاجة كده قصيرة معلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت ما شاء الله. جميل جميل يا شيخ محمد، جميل. إيه رأيك؟ تفضل. جميل ما شاء الله، بارك الله فيكم. تمام ماشي. شيخ عوض، عايزينك تمتعنا بقى كده بصوتك الجميل، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن جاء منكم أن يتقدم أو كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. بسم الله العظيم. شاء الله. احسنت يا شيخ عبد الله، احنا نقول لك يا شيخ عبد الله بعد كده ان شاء الله، يعني ربنا يزيدك ما شاء الله. ارجو الله تبارك وتعالى من هذا المنبر المبارك ان يوفق لهذه الاصوات من يسمعها ويهتم بها، يعني قرانا في الاداء واحكام التجويد والتنمية، خامات صوت ما شاء الله، يعني لسه كده نظيفة وجميلة، وهذه نعمة من الله تبارك. طبعا كل يعني أولادنا إن شاء الله، وزي ما ربنا كده، زي ما الناس الله يكرمنا ويكرمهم كده شغالين كل شوية في الأغاني مش عارف إيه وجوائز إيه وده بيتبنى مين، نرجو من أهل القرآن وأهل الأصوات الحسنة أن ينشر هذا الأمر أكثر وأكثر حتى
يعني أمثال هذه النبتة الطيبة المباركة يعني تكون في قمة الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هذه يعني هي بداية طيبة والله، بداية طيبة. اللهم آمين، نسأل الله القبول يا رب إن شاء الله. الشيخ عوض، الشيخ عوض عامر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. احسنت يا شيخ عوض، ما شاء الله ربنا يزيدك رب، ربنا يبارك. يعني انا نصيحه جميعا لي ولحضراتكم وللساده المشاهدين، من يقرا القران الكريم لازم في تلقيه عن سيادنا المشايخ جزاهم الله عنا خيرا يخلي باله مقدار الغنن، مقدار المد. الكلمة أحيانا بعض الناس يقرأ القرآن الكريم فيقطع الكلمة، وكان يوم، هذه مشكلة. فينبغي على الكلمة أن تقرأ كاملة، بل أنه معيب عند القراء أن الإنسان وهو يقرأ يأخذ نفس، فيخلي باله وهو يتلقى ليقرأ القرآن الكريم أولا قراءة سليمة متقنة بالتشكيل بتاع الكلمة، بأحكام التجويد، أن تقرأ الكلمة كاملة، ثم بعد ذلك ينطلق يعني حيث شاء في المقامات ويخلص في ذلك نيته لله تبارك وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديثه: زينوا القرآن بأصواتكم. فالإنسان عندما يعني يسرح ويتعلم ويعيش الأجواء القرآنية، يسمع لفلان وفلان وفلان ويتعلم منهم، حتى يعني بعد وقت تكون له مدرسته التي أخذ منها مما سبق من السادة المشايخ الذين سبقونا، حتى يعني تكون له نبتة طيبة في القرآن الكريم، مش يكتفي لنفسه بس، لا ده هو تعلم وأتقن، ثم بعد ذلك علم غيره، وكانت يعني كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحسنت يا شيخ، أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. ربنا طبعا يبارك في حضرتك يا رب، وتحية وكل يعني التحية والإجلال والتقدير لأهليهم، يعني بجد نماذج جميلة ونماذج مشرفة، وتحية لكل اللي بيهتم ان هو فعلا يهتم بالقرآن وبالتجويد، وحاجة بجد يعني جميلة ومشرفة، وشرفتونا النهاردة. حضرتك بقى اكرمكم الله. انا ارجو الله اني ومن هذه البذره الطيبه والنبته الجميله، بدايه من قناه الصحه الجمال والساده القائمين على البرنامج، انه يزداد ويكبر. وحضرتك قلت لي لسه ان شاء الله في باذن الله احنا مكملين ان شاء الله، دي بس مرحله اولى. وناس كتير قالت خلونا بعد يعني نكمل بعد الامتحانات، طبعا لانه مشغولين في امتحانات، فان شاء الله في مراحل ثانيه باذن الله للمسابقه، وان شاء الله بعد طبعا يعني تقييم حضرتك باذن الله هينزل، كل هينزلوا على صفحه البرنامج باذن الله، وهيكون في كمان تصويت للجمهور. وان شاء الله كده يا رب، ان شاء الله باذن الله، يعني انا اتمنى ان كلهم يعني يعني يحصلوا على اعلى يعني اللايكات والتعليقات بالاستحسان يا رب باذن الله ان شاء الله. يعني وهي على فكره هتظهر معانا صفحه البرنامج على الشاشه، ان شاء الله هيكون في تصويت للمتسابقين على صفحه البرنامج باذن الله. يا ريت يا جماعه، يا ريت بجد تشجعوهم، يا ريت تشجعوهم، ويعني عايزين تفاعلات كتير كده على الفيديوهات بتاعتهم باذن الله. يا ريت، انا اتمنى ان الكل يبقى يكون الفائز الاول بالمركز الاول باذن الله. نسال الله القبول، نسال الله القبول. طيب حضرتك ان شاء الله، لو حضرتك هتدي بقى على الهوا كده قدام الناس كلها. لا عادي، ما هو تقييم حضرتك، لان احنا كده تبقى شهاده قدام الجمهور، ما يبقاش احنا ايه قلنا حاجه من عندنا. ده زائد ان شاء الله اللي هو تقييم التصويت على السوشيال ميديا من خلال صفحه البرنامج باذن الله. واخونا الكريم وشيخنا الاول، يعني في حاجه بسيطه كده، استاذ احمد اسمح لي، حاجه بسيطه كده في الغنه، يعني الغنه مقدارها حركتين، فاحنا مش عايزين نستك عليها شويه، لكن ما شاء الله الصوت طيب واحساسه وهو يقرا جميل ما شاء الله. يعني والاحكام الحمد لله جيده ومنضبطه، يعني الحمد لله. طيب تمام. طب حضرتك احنا ندي له بقى تقدير ولا ندي له درجه زي ما حضرتك تشوف اللي تشوفه يعني؟ لا ندي درجه. طب تمام، بعد ما نشوف التصويت بتاع الناس بس ندي الدرجه لحضرتك. خلاص طيب، يعني خلي درجات حضرتك بعد التصويت، بعد كده ان شاء الله باذن الله. واخونا شيخنا الكريم استاذ محمد ايضا، يعني صوته ما شاء الله طيب وجميل، محتاجين نخلي بالنا من الوقف والابتداء في القران الكريم عشان يعني تتم الجمله فيتم معناها عند السامع، ما نديلوش كلمه كده وهو لسه مستني هو باقي الجمله دي ايه يعني. تمام. ان شاء الله يعني واحساسه طيب، ويعني ان شاء الله نحسبه من المخلصين في قراءه القران الكريم. شيخنا الكريم يعني عبد الله، شيخ عبد الله، عبد الله يعني الجميل النبت الطيب المبارك،
من يرفع الله جل جلاله البلاء عن الأمة بسببه وبمثله القرآن الكريم. يعني جاء في الأثر أن الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فأسمع ترداد صيبة القرآن الكريم فأقول ارفعوا العذاب عن عبادي. فهو وأمثاله إن شاء الله يعني سبب كبير في رفع البلاء عن يعني الأمة. الحسن والشجرة يعني الطيبة. نعم يعني الحمد لله، وجزى الله يعني والديه والديكم والدينا جميعا يعني في السماء بإذن الله. نعم اللهم الله. آمين. ما شاء الله يعني وصوته طيب وبيحاول ما شاء الله يعني بتمنى كل يعيش كده في القرآن الكريم. يعني أوصيك أن تلتزم يعني عتبة مشايخك، شيخك اللي بيعلموك القرآن، يعني تلتزم حتى يعني تتقن أكثر وأكثر وتكون من الفالحين دنيا وأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا الكريم شيخ عوض ما شاء الله يعني قراءة جيدة وبيحاول برضو يقلد مشايخ الكبار، نسأل الله القبول. تك كده برضو نظبط موضوع الغنة شوية وكلمات القرآنية، يا رب يوصل، ونسأل الله تبارك وتعالى يزيدهم جميعا من فضله وكرمه. وشكر جزيل لقناة الصحة والجمال والسادة الكرام على هذه الدقائق. شرفتنا الشيخ عبد السميع، نورتنا النهاردة وشرفنا بيك جدا النهاردة، وشرفتونا في الاستوديو. بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا رب، وإن شاء الله احنا منتظرين التصويت على صفحة البرنامج، وإن شاء الله تقييم حضرتك، وأتمنى إن شاء الله يكونوا إن شاء الله معنا في المرحلة اللي جاية بإذن الله. اللهم أمين يا رب. أعزائي المشاهدين ياريت تشجعوهم وتصوتوا لهم على صفحة البرنامج اللي هي صفحة حلم وفكرة، وسعدنا بكم النهاردة، وانتظرونا بعد الفاصل وزميلتي منى.